المرأة مساوية للرجل وهي تستحق امتلاك الوسائل التي تمكنها من الابتكار وإنتاج المعارف التقليدية بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يحتفل العالم اليوم 26 أبريل باليوم العالمي للملكية الفكرية. شعار هذا العام هو النساء والملكية الفكرية، تسريع الابتكار والإبداع، وذلك احتفاء بالنساء المبدعات المخترعات ورائدات الأعمال ودعم ابتكاراتهن وإبداعاتهن للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام في جميع أنحاء العالم. رغم أن النساء يشكلن نصف سكان العالم، إلا أن لديهن بعض التحديات التي تواجههن في الاستفادة من نظام الملكية الفكرية. لذلك الاحتفال باليوم العالمي وشعاره هذا العام هو فرصة لتشجيع النساء على الاستخدام الأمثل لنظام الملكية الفكرية لحماية إبداعاتهن ولتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية وإطلاق العنان لهن لتقديم المزيد من الإبداعات في جميع أنحاء العالم. بالفعل أحرزت نساء المنطقة العربية تقدما ملحوظا في مجال الابتكار ريادة الأعمال، وذلك وفقا للتصنيفات الدولية والإقليمية. وأيضا هنالك تم تخصيص عدد من الجوائز للنساء في مجال العلوم والابتكار والبحث العلمي. بما أن المرأة هي إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، فإن تمكين المرأة وتشجيعها على الابتكار وتحقيق المساواة يعتبر من الأسس اللازمة للتنمية الاقتصادية. لذلك تولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية النهوض بأوضاع الملكية الفكرية في المنطقة العربية اهتماماً كبيراً، وهي تعمل على مناهضة كافة أشكال التمييز والقضاء على العنف ضد المرأة، وتولي أهمية لقضايا تمكين النساء في المنطقة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك تسعى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تضافر الجهود نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والقرارات. تنتهز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذه الفرصة لتقديم التهنئة لجميع المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، وبالتحديد النساء اللاتي يتقلدن مناصب متقدمة في مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية. أيضا التهنئة لجميع أعضاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية التي تتكون من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية، والتي صدرت بقرار وزاري من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016. التهنئة لجميع العاملين في مجال الملكية الفكرية، التهنئة للنساء، التهنئة للنساء المخترعات والمبتكرات وللنساء في مجال العلوم. تظل جامعة الدول العربية تعمل على التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية، وهي تعمل في هذا المجال منذ عام 2000، منذ توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل تحقيق الصالح العربي في مجال الملكية الفكرية.